قمنا إن شاء الله بفتح هذا المعرض أو الفضاء التجاري الخاص بالدخول المدرسي الذي يحمل طابع تضامني، وهذا من أجل توفير كل المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وفي متناول جميع المواطنين. هذا المعرض الذي يضم حوالي 29 عارض كلهم متعاملين اقتصاديا خواص، وأيضا هناك جناح خاص بالكتاب المدرسي معتمد من طرف السلطات تاع مديرية أو وزارة التربية. جينا نشتروا الأدوات المدرسية مع أمي وأبي، والمعرض جد حلو فيه كل أنواع الأدوات المدرسية.